مجالس على مستوى الجهة المصادقة عليها، وهي تتعلق بإنجاز ملعب كبير لكرة القدم لمدينة الداخل. الأطراف متعاقدة في هذه الاتفاقية: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ولاية جهة الداخل وادي الذهب، المجلس الجهوي لوادي الذهب، المجلس الإقليمي لوادي الذهب، إضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومجموعة من جماعات: جماعة الداخلة، جماعة العربوب، جماعة إمليلي، وجماعة برنزرة. الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو أولاً بناء ملعب كبير يليق بمقام جهة الداخلة وادي الذهب. يعني الإخوان أعضاء توصلوا بالاتفاقية، وهذه الاتفاقية تهدف بالأساس إلى توفير الوعاء العقاري وتحديد المساهمات المالية للأطراف الموقعة من أجل، كما قلت، إحداث ملعب لكرة القدم، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية ناقشت الشروط العامة لتدبير هذا المرفق الرياضي، إضافة إلى تسييره، طريقة تسييره وتدبيره، وذلك كما قلت من أجل النهوض بالممارسة الرياضية على مستوى جهة الداخل وادي الذهب، إضافة إلى إجراء أو تفعيل أو بالأحرى تنزيل استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتكوين وإبراز المواهب الصاعدة والواعدة التي تزخر بها جهتنا الحبيبة. بخصوص يعني المكونات التي يتكون منها هذا المشروع، فهو فيما يخص القطب الإداري والقطب الخاص بالملعب، فهو ملعب كبير مكسوب العشب الطبيعي، مدرجاته تتسع لعشرة آلاف متفرج، إضافة إلى السياج والأبواب المحكمة ومقصورات للحراسة. هذا بشكل عام يعني موضوع هذه الاتفاقية التي عرضت على مصالح المجلس الإقليمي.